صيحات غضب على أعتاب مقر مجلس الوزراء بغزة أطلقها هؤلاء الفلسطينيون ممن كان أبناؤهم على متن سفينة غرقت في طريقها إلى أوروبا. المحتجون اتهموا الحكومة الفلسطينية بالتقصير في اتخاذ ما يلزم للكشف عن مصير أبنائهم حتى بعد 8 أشهر على الحادثة. جئنا اليوم استكمال للفعاليات السابقة واللقاءات السابقة مع المسؤولين للضغط على المسؤولين اللي حاطين ايدهم في مية باردة، اللي نايمين سايبين 480 شخص بين الحياة والموت، مش عارفين مصير أبنائنا. احنا جئنا لنوصل رسالة لدولة رئيس الوزراء للسيد الرئيس محمود عباس، نريد الكشف عن حقيقة ما جرى لأبنائنا. إجانا خبر أنه موجودين في سجون في إيطاليا في مالطا 150 فلسطيني، وعندهم محكمة الأسبوع هذا، وفي أخبار إجتني أنا كمان اتصال ثاني هاتفي لمدة 4 أيام، الرجل متواصل معي أنه ابني وزوجته وجميع 30 واحد من الفلسطينية موجودين في سجون مصرية. رد الحكومة جاء بوعد بالتواصل مع مصر للتأكد من هويات عدد من الفلسطينيين، قالت إنهم محتجزون في السجون المصرية ومن غير المعلوم إن كانوا من ركاب السفينة المنكوبة أم لا. تاه مصير أبناء هذه العائلات في بحر الروايات المتضاربة عن مآلهم وأماكن تواجدهم بعد غرق سفينتهم، ولعل أكثر ما يقلقهم أن يكون ملف أبنائهم قد طغت عليه أمواج السياسة المتقلبة بشكل متسارع في الساحة الفلسطينية. وفق هذا المخطط الذي أعدته مؤسسة حقوقية لمسار رحلة السفينة، فإنها أغرقت عمداً من قبل عصابات المهربين يوم 10 سبتمبر الماضي، ولم ينجو سوى عدد محدود من ركابها. يعني حادثة 6/9 تحديداً لا نستطيع وفق الإفادات التي لدينا والشهادات أن نقول أن هناك ناجين غير الـ 11 شخص الذين توزعوا ما بين مالطا وإيطاليا واليونان، وهو ما أكدته تحقيقات المدعي العام في صقلية. للأسف الشديد كان يفترض أن يكون هناك حراك مبكر على المستوى السياسي سواء في أوروبا أو في إيطاليا أو حتى على المستوى الفلسطيني يدفع بأن يكون هناك إجراءات وخطوات عملية من أجل انتشال الجثث والتحقق من مصير باقي المفقودين. معطيات تصعب من حصول أهالي المفقودين على جواب شاف، خاصة مع عدم فتح الجهات الرسمية الفلسطينية تحقيقا في الحادثة. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.